شوربة فطار على العالم. تعالوا اخواتي تعالوا نجربها سوا. بسم الله. بسم الله. قسما بالله خرافية اخواتي. اللي حابب يشوف الفيديو فضلا وليس امرا سبسكرايب وشير وفعل زر الجرس. خلينا نروح على المقادير. يلا معي. اهلا وسهلا فيكم اخواتي. اليوم وصفتنا شوربة الفطار، وصفة كتير خفيفة ونظيفة وظريفة وكل الناس بتحبها وبترغبها، واكلة شتوية. رح نفوت بالمقادير على السريع، تفضلوا معي. فطار مقطع ناعم، هيك بدنا تقطيعته للفطار. بيلزمنا ماجي، خضار، جوز الطيب، فلفل ابيض، ملح، بصل مقطع مربعات، زبدة، ومعلقتين زيت معهم، طحين، وكريمة الخفق. اخواتي خليت لكم هدول الفطرات، ثلاث حبات فطر لارجيكم شلون طريقة التقطيع، وهيك نقطعها ناعمة. خلي فيها شوية خشونة هاي السماكة عشان ما تكون ناعمة كتير تقلاية ما تدوب. بسم الله. شرفوا معي لنشوف طريقة الطهي. بنشغل على الطنجرة، ننزل بالزيت مع الزبدة، بصل، البصلات لازم يدبلوا ما لازم يتحمصوا، بعد ما صارت البصلة هيك بهذا اللون دبلانة بننزل فوق منها الفطرات. بسم الله. وبنقليهم لحتى يدبلوا وياخذوا لون. اخواتي بعد ما دبلت حبة الفطور وبلش يتغير لونها رح ننزلها المطيبات. بسم الله. ملح، فلفل ابيض، جوز الطيب، حاول رشهم رش مشان ما يجمعوا بقرنه واحده. ماشي. يا سلام على الروائح حلوه. انا عم بستنى لحتى حبه الفطر تاخذ لون اكثر من هيك مشان يعطي لون للشوربه جميل وتعطيه النكهه الطيبه، يعني تطلع طعمه الفطر وقت بيغمق لون الفطر، حبه الفطر وقت تغمق بيعطي طعمه طيبه لشوربه الفطر، بتعطي طعمه الفطر الحقيقيه بالشوربه. يعني رح تاخذ شويه وقت لحتى تاخذ لون اكثر من هيك، بس تاخذ لون وتسود شوي تكون مايله للون السواد. رح ارجعكم بينقصنا نحط لك الطحين والمي والكريمه. خليكم معي اخواتي. بنخلي النار على النايس، بنرش الطحين. بسم الله. ونحرك فورا، بس الطحين كلياته اختفى بلش يضيف المي. بسم الله. على نار نايسة مشان طبعا انا بعد ما ضفت لتر المي رح اضيف شوي من الكريمة وخليها لحتى تغلي وتسمك عندي اخواتي. بس لتوصل لهذا القوام بتكون هي هيك صارت جاهزة للتقديم. شايفين كمية الفطر؟ انا برأيي هي كمية الفطر كتير مرتبة ومناسبة اخواتي. وبما انه وصلنا لهذا القوام بنروح للسكب نطفي. وقبل السكب وصلان انت لهون معي بالفيديو بتمنى منك فضلا وليس امرا تعملي سبسكرايب وشير ليوصل لأكبر عدد ممكن، واذا ما لك مفعل جر الجرس فعله لتشوف كل جديد. خلينا نروح للسكب. تحريكة ناعمة. بسم الله. خليت شوية كريمة انا عشان يعطي هذا اللون الحلو. بسم الله. وهيك صارت أكلتنا جاهزة. بتمنى منكم تجربوها وتعطوني رأيكم بالكومنتات. صحتين وهنا ويلا سلام.